اهلا وسهلا مشاهدي الكرام، بغيت لي نشارك معكم هذا الفيديو لشوقي بن زهراء في حوار شيق ومضحك مع مواطن جزائري من جلفة، فرجة ممتعة. الجلفة مساء الخير. مساء الخير صاحبي. الجلفة واش راكم؟ جلفاوي ايه جلفاوي من صيف هجهج وما يطيب بيضنا ما يطيب حدج وقعد لنا قعدة ستات وما يحكموش فينا الخالات. الله يبارك اخويا الله يبارك. جلفاوي مكتر كانت أميتي نطلع معاك خشتي نقول لك عليه خشتي يقول لك الدنيا هذه طيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم والدنيا الله. هذه مناش قاعدين فيها تقعد في إسبانيا في الطاليان في الألمان في كندا يجيك ملك الموت ويحكمك فهمت يعني أنت أخوي مش عجبتك الجزائر ما تحكيش على الجزائر أسنى أخوي أنا أخوي الزلفة أسنى أسمعني ما عندك ما يصبر ترى كي تكون أمك أمك كي تكون أمك مك يقول لك إذا كانت مك الجلفة تقطيها ودقيقة واش من دقيقة انك واش تنقابلني انا على بالك ناكلك من وجهك كي تحكي لي بالجزائر نخرج ليك نكعبشك راها غلاه خالب جا بعد المسافة ما نقدرش الله نخرج لك من ريزو انا الجزائر ما تعطينيش ما توكلنيش ما تشربنيش الفونصابل القبار انا الدم الصغير كلش بصح بلادي خصوصا اليوم خصوصا في الجلفة والعام جاي القب يا ترى يا ترى ولادنا احنا ما نخونوش احنا العائلة الشريفة احنا بلادنا تبقى هي بلادنا سواء 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 عطاونا ولا ما عطاوناش خشينا منو بربي خشي الرزق هذا الرزق هذا من عند ربي ولا تموت نفسا حل سوت على رزقها وكل دابة رزقها على الله انت يا وجماعة انتم راكم في برج ايفل ولا السوسطة والحطة جماعة البانيلي وجماعة التشيز وجماعة الهمبرجر وعايشين في فرنسا وتسبوا في بلادنا اللي عايشين بها. احنا رانا مازال هازين الاعلام مهما تسقط انت الاعلام احنا نبقاو هازينو في البلاد هذه وما تقول لي ما تدخل في البلاديات استنى خويا ما تدخلش بلاقنا الجلفه انتما كي ديماري ما تحبسوش العوامل الطبيعيه هذيك ما عندهم حما قال لك فيها انت دقيقه او سامحني نغلق لك الميكروفون الجلفه دقيقه وما مغلقت له الميكروفون مازال اصبر نحكي معاك يا ودي ما تقدرش تحكي معاها خويا راكم فاهمين واش راهو يهضر الجلفه طمنا على الشجره اللي غرسها تبون الشجره 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 افتح الميكروفون اخويا استنى افتح الميكروفون افتح الميكروفون ما قال لك فيها سيالها بسوقك الها بعيالك كلاه وين راح سوقنا احنا خلينا سيدي احنا رانا جبور ما نعرفوش تحية جلفة وتحية الجزائر وتحية تندوف وتحية أدرار وتحية شوف الجزائر تحية دايما تحية كلش واش حماك الله لك اسيدي تاو علاه اسيدي واش دخلاتك فينا عيش حياتك انت اسيدي احنا علاه تكرمنا في البلاد يصبر كي جاني جلفة على بالك راني نضل نحوس عليكم راني نضل راني هنا مرحبا واش خاصك هاني راح نسقسي يا خويا خليني نسقسيك ها الجلفة ما تقلقش بالعقل تحيا الجزائر بلا ما تسقسيني كاع خلاص ها سنة ودركا قول لي واش راهي الشجرة يا ترى الشجرة انا نسقيها الصباح نسقيها انا نخسر عليها انا السواردة ونسقيها الله يبارك راهي تكبر يا خويا راهي تكبر لا تكبر بعد نشد بالعقل برك هاك ناس ملاح الجلفة بالعقل البلاد ناس ملاح حليتنا احنا ناس ملاح انت وتحكي لي راك تحكي لي في ما وفي بوي وفي خويا وفي خالتي راهم كاع ساكنين في الجزائر تبون تبون بوي انت واش دخلاتك في الرئيس الجمهورية ذاك هذاك والي شادنا الله يحفظه طلع لنا السروال ذاك ما شفت انت حق رانا فرنسا ومنعناها الملكة طلع لك السروال على كان السروال تاعكم هابط في الجلفة يا انتم اللي دخلتونا في بعضانا كش ما شفت لي واحد عربي يسب في بلادوه ما خلاف انت يا والاخرين اللي راهم في فرنسا الجلفة انا مانيش عربيك انت العربي في انتم ولاد نايل احنا ماناش عرب اخويا انا عربي وراجع ليك منا مانيش عارف نتهز الدنيا دي ونتلاقاو عند ربي نقطع حالك هادشي في الدنيا ما شدكش راك في فرنسا بس عند ربي نتحدثو زين عند ربي سبحانه ايه نهضرو زين خاصني تفتان انت تشتي تدخل الحكايه في بعضها الجلفة استنى نفهمك تحكي على الفونصابل تحكي على القبار استنى ماشي الفونصابل هالجلفة كي نطلعو عند ربي او هو اللي يحاسبني وماشي انت او الجنة اي ماشي في الجلفة الجنة راهي الفوق عند ربي سبحانه والنار راهي عند ربي اوفاك جهنم راهي في الجلفة يا وانت فتان دخلت الشعب في بعضاه يا تريح عليه في بلادك اخويا ما تحكيش على الجزائر الجزائر حطها نقطة حمراء
يا خويا بعدني يا خويا ماناش طايق قل لها الجزائر جزائر خليها اخوتي الحمد لله وتبون خطون احمر غايه يا ترى انا غايه ايوا والجلفه واش الامور كاين العدس كاين كاين الامور الكل كاع كاين حتى الباني دي وتشيز الله اكبر يا راح وش كاين وش كاين ما عرفتش كاين الباني دي كاين بقوه ولينا اصلا ما نشتوش هذوك الزقايق وهذاك اللي كبي كان طلع فيه ويعمل له حنا الجزائر ما الجزائر حنا الجزائر حنا لي زالجيروا والروا يعني الملوك الى يوم الدين شتينا الجلفة وخلطها الجلفة ام لي زالجيروا من السكان تاع الجزائر العاصمه انت كالجي الجلفة انت راك في جمهوريه الجلفة ما راكش الجيروا انت يا ترون بعد يا ترون بعد ايه انا ايه جزائري طول قاعد انا كي نخرج ما نقولش انا جلفاوي نقول انا جزائري لا كنت انت يا راك مضيع في بلادك انا نسقسيك برك الجلفة دير فيا مزيان نسقسيك يا ترى انا سمعت قامت استنى تسقسيني تسقسيني على الناس هذه حكايات اسمع دابا انا نستنى فيك مواطنين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة لاقتناء البقوليات الجافة والتي شهدت مؤخرا ارتفاعا محسوسا أرهق جيب المواطن خالتي فاطمة وكغيرها من ربات البيوت أقبلت على هذه النقاط للتخفيف الجلفة حبيت نسقسيك على خالتي فاطمة هذه وربات البيوت في الجلفة قال لك رام يضلوا في الطابور يا خويا يا ترى انت واش دخلاتك فيا ترى لها بسوقك تاع لها لها بسوق فاطمه وام هاني وما الخير هاي خلطتني خالتي فاطمه مسكينه تضل شاده الصف على العدس الجلفه يا ترى المسكين يا ترى كتا المسكين ما فاطمه راها قاع وتطبخ فاهمني في طرف زرونديه وتاكل وتتعشى وقاعده في بلادها واش الاكلات اللي ديروها في الجلفه؟ يعطيك والو عسلنا انتوما واش ديروا الاكلات في الجلفه؟ واش ديروا الماكله انتوما؟ يا ترى حنا نديروا الزقايق الكل بعد لي بارشوك فهمت حنا نطيبو قر فيس نعيش وغاية البارشوك نبعد راني نبعد على البارشوك اخوي فهمت رانا عايش يا ترى والله خلنا نقعرو فهمت نطيبو قل نطيبو قل قد شيشة تاع المرنيس وتاع الفريك وناكلو ونعيشو ونعيشو راسو الجلفة وخالتي فاطمة اسمع وخالتي فاطمة وقتها تطيب يضل شادة الصف مسكينة يا ترى انت وش حما قال لك في خالتك فاطمة يا طفل انت وش حما قال لك فيها تلها بسوقك انت سوق فاطمة راها مقدود ايه وانت تاني الجلفة سوقها مقدودة تقعر جلفة نضربو قبل اللحم انا واحد من الناس نضرب قبل اللحم واللحم خروفك فيه داير ثاني وشكون كيفي انا انت والله امساك شوية ما مشيان شوي ايه بيا الضر سناحة عليها مشيان برك ماشي تبان لي نقص شوية بروتين عندك ايه الله قال بيا مزوج بربع نساء ربع نساء ايه هي مزوج بربع عناش كل البروتينات قاع يروحوا في الليل وعلاش باش توزع تسمى نقولوا كل وحده تروح للطابور فلانيه وحده تاع الحليب وحده تاع العدس وحده تاع اللوبيا هكذاك راك دخلت لي في العوايل وما نشتيش انا تدخل لي في العوايل لا حسنا راك شوف شوف هذه شابتك وهذه هسه حدث معاك زين هذه شابتك وهذه عماتك حديث العوايل حطوها كوتي لان ولو في حديث واخد اخر فهمني تسمع انا برك راني نسقسي كي قلت لي ربع نساء راني نسقسي فيك كنت اللي تقطع على حياتك تسقسي على البروتينات وراك تسقسي على الطوابير ايه وقلت لك تسمى باسكو كنت تسقسي على البروتينات نجبدوا لك هو يهضر معاك واذا كنت تسقسي على الطوابير انا نحكي معاك ها الجلفة تربى صاحبي والناس تسمع فيك انت دخلت لي للعوايل ماكش متربى يا تربى او غير انت نفوت لك او على بالي في الجلفة شوية ناقصين باسكو عندكم شوية نقص في الاخر مي معليش شوية الجلفة انت حديث لي على العوايل عادي هذه شغل نورمال تحب تكعبها لي هو شغل انا كي ما تطيحش الكلام انا ما حكيت لكش على العوايل انت قناه النهار فهد الطوابير فهد لا لا قناه النهار اللي قالت لك باللي خالتي فاطمه وربت يا طفل انت وجهي يا طفل اهلها بسوقك انت وش دخلاتك في سوقنا احنا سيدي هاو الحجره تجي للشجره ولا الشجره تجي للحجره وش الشجره تاع تبون تحكي عليها لا ترى وش دخل هذاك راه رئيس الجمهوريه الشجره تجي للحجره يا ترى ما عندكش دروا كي تكون في نيفو وتشد دولة احكي معاه انت يا راك شاد ميكروفون وشاد تليفون وعطاوه لك ثاني شراوه لك هذوك الناس اللي راك بايع لهم البارطي وجاي تحكي وتقول انا وانا نورمال انت
الجلفة انا نزيد نسقسيك اصبر وديرك شما حياه واحد يتزوج بيك يعقد عليك يدلك زواج جين اصبر اصبر دوك نحكيو على المواضيع الاخرى. لا ودي شوف انا 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 شوف ما تحكي معايا ما نحكي معاك والو. انت راك جره مدخنه تحيا الجزائر كونترا عليك وكونترا علي علي منه وفات راحين يخرجوا لك. انا واحد من الناس تحيا الجزائر ونشاهد فيها الشجره. شوف الجلفه والشجره والحقره بدنا ندخل لك في 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 جلفاوي مقطر يا جدك جلفاوي اوريجينال هو الاصل والباقي تقليد. اكتبوا لنا الجلفه في التعليقات واكتبوا لنا الكتابه الصحيحه تاع الجلفه. تعرفوها كيفاش تكتب الجلفه يا اخي باش نسكروا الجلفه على هذه. والله قال لك هو يسقي الشجره كل يوم يا جدك الشجره اللي خلاها لهم تبون. هو مسكين البروتينات ما لقاش منين يجيبهم بصح يروح يسقي الشجره. الله غير حد التاريخ يعني انه الجلفه طلع معنا والجلفه شخصيا انا قلت لك هذا هو الممثل الرسمي تاع الجلفه ما كانش ممثل خير منه.